تشير الإحصائيات الطبية إلى أن 2% من سكان العالم يعانون سنوياً من آلام في القدم وتحديداً في مفصل الكاحل. هذه الآلام يكون سببها إما الإصابات الرياضية أو الحوادث المفاجئة أو الكسور. ولأن طبيعة مفصل كاحل القدم طبيعة خاصة ومعقدة، فإن تشخيص الإصابات الرياضية التي يعاني منها الرياضيون على وجه الخصوص في مفصل الكاحل تعد من أكثر الإصابات دقة وتعقيد. حلقة هذا الأسبوع من التشخيص نخصصها للحديث عن أكثر الإصابات الرياضية التي يعاني منها الرياضيون في مفصل الكاحل وما هي طرق التشخيص الحديثة لعلاجها. تعريف حركية وآلية الكاحل مهمة جداً لفهم شكله التشريحي. فكما نعرف الكاحل ينظر إلى الخارج 12 درجة، يعني كاحلنا ليس مستقيم، القدم ليس مستقيم، هو منحرف دوران خارجي 12 درجة لتسهيل نقل وزننا وانتقال من خطوة لخطوة. فإذا عملنا نحن تصوير بطيء slow motion ومنتخيل إنسان يمشي، ففي لحظات يضع كاحله على الأرض العقب ثم يستوي القدم ثم ينطلق ويقفز ويدفع جسمه للأمام تمهيداً لهبوط القدم الآخر على الكعب والاستواء والاستعداد للإقلاع بالقدم الثاني بينما يعمل السوينج، يعني الأرجح بالهواء للقدم الأولاني. فهذه الآلية الهائلة التعقيد والذكاء هي التي تنقل مركز جاذبيتنا من نقطة إلى نقطة إلى نقطة. في كل خطوة نحن نستعمل كاحلنا وقدمنا بآلية متناهية الذكاء وتحمل جسمنا اللي هو مثلا خلينا نقول 75 كيلو ينتقل رأسنا وجسمنا وعمودنا الفقري والوريكين مع الفخذين مع الركب مع الكاحل بتناغم كامل، بحيث أنه هذه الخطوة تحدث بدون أن نطيح يمين أو يسار أو نتسارع أو نتوقف. فهناك تحكم مستمر بكل جزئية من جزئيات الجسم بآلية المشي. الكاحل دوره في هذه العملية هو نقل وزن الجسم على سطح صغير جداً، يعني الركبة سطحها 5 أضعاف سطح الكاحل. فهذا الجزء الصغير من السطح في الكاحل سيستوعب وزن الجسم لحد 5 أضعاف وزن الواحد راكد أو نازل درج، ويثبته بلحظة معينة ويديره فوق المفصل سبتيلر جوينت مفصل تحت الكاحل ويهيئه لهذه الحركات المتسلسلة. فلنفهم أكثر آلية عمل الكاحل لنتصور هذا المفصل اللي تحرك بمجالين مع دوران خارجي بسيط 12 درجة. هناك أربطة تثبت الشظية على الضنبوب فيبلا على التيبيا القصبة، وهناك عظم العقب يسند هذا الكاحل، وهناك رأس عظم عنق القدم ورأس العقب ينقلان إلى قدمين. فكأن عندنا قدم أول وهو الأقوى وقدم ثانوي وهو المساند، بنسميه اللاترال كولوم، العمود الوحشي للقدم، وهو يرتبط بالعقب، بينما مفصل عظم عنق القدم ينقل الحركة إلى القدم الرئيسي عبر أمشاط ثلاثي قوية جدا ومركبة بطريقة جسر الروماني، يعني هذا بنسميه الوتد، يحافظ على القوس المعترض والطولاني للقدم. فهنا عقدة القدم وتتواصل مع الكاحل بعظم عنق القدم. فهذا يجعلنا نفهم إلى حد كبير آلية عمل القدم بنقل الحركة على الأرض والانطلاق مع الدفع في لحظات الخطوات. فعندما نكون في حالة وضع رياضي معين بكرة القدم، إما أذية تلقائية، يعني واحد علقوا بزبيز صباطه بالحشيش ففتل كاحله تشسف مثل ما يقولوا بالإماراتي، فشو اللي بيصير؟ في عنا أربطة مهمة جداً تثبت الشظية على عظم العقب من الخلف ومن الأمام، في عنا رباط يثبت عظم عنق القدم على الشظية،
وهو أهم رباط في الكاحل، وهو الأكثر أذية، وهو الذي نسعى إلى تثبيته بطريقة محافظة أو بطريقة جراحية إذا اضطررنا. وفي عنا الارتفاق ما بين عظم الشظية والذنبوب، وهو مهم جداً لفهم آلية الدفع في الكاحل، وهو الذي يسمح بحركات مايكرو موشن، حركات دقيقة تمتص وزن جسمنا عند الهبوط وتمتص الضغط التي تمارس العضلات الهائلة المحيطة في مفصل الكاحل، كالعضلة عضلة البطة، عضلة التبانة اللي ترتكز بوتر أشيل، فهذا عضلة هائلة القوة وتدفع وتمتص هذه الهبوط والإقلاع المستمر بكل خطوة بكل ركض بكل لحظة نتوقف بشكل مفاجئ. فكل هذه الأربطة معرضة للأذية إذا العضلات الخارجية التي تتواصل مع القدم عبر الكاحل تفشل بحماية هذا المفصل من تثبيته بهذه اللحظة الالتواء. أما إذا كانت الأذية أقوى وعنفها أشد والتخامد من السرعة الهائلة للوقوف المفاجئ أعلى من مقاومة العظم، فتخترق كل ما لا بتعلى الأذية تخترق الارتفاق، فمسميها وبر بي. فبهذه هيك حالة أصبح الكسر أخطر وأصبحت المداخلة الجراحية أحمد، يعني أفضل، تعطي نتيجة أفضل، لأننا نستطيع إعادة الشكل التشريحي للكاحل إلى أصله بشكل متوقع، يعني predictable، بشكل ثابت، بشكل أنه هذا الرياضي وهذا الإنسان يستطيع غالباً بالعودة إلى ممارسة نشاطاته بدون أي مضاعفات لاحقة. وهناك أخيراً الوبر سي، يعني الكسور ما فوق الارتفاق، وهي تخترق الأربطة، فالسيندزموزيس الرباط المرتفق الأمامي والخلفي غالباً تم قطعه بشكل كامل، ويتمزق الغشاء الرابط ما بين الشظية والذنبوب، وهو غشاء مهم ومرن، وقد تخرج القوة من الرأس الشظية القريب، فقد تنكسر الشظية من كسر في الكاحل، لأن هذه الآلية مترابطة، ويخترق القوة الوقوع والدوران بحسب طريقة الدوران هذا العظم أيضا. فهي كلمحة بسيطة ومبسطة عن آلية الكسور في الكاحل وآلية أزيات الأربطة، كما ذكرنا الرباط الأمامي، الرباط الخلفي، الرباط العقبي الشظوي، رباط الارتفاق الأمامي، رباط الارتفاق الخلفي، والرباط الدالي، والذي يربط بما بين الكعبة الأنسية الميديال ماليلس، ويربط مع عظم عنق القدم ومع العقب، وهو أيضا معقد رباطي هائل مهم جدا، لكن لحسن الحظ يتعافى بسهولة بالعلاج المحافظ، لا نحتاج إلى مداخلات جراحية عادة لإعادة تصنيع هذا الرباط إلا إذا ثبت أنه فيه عدم ثبات دائم. فهذا الرباط على أهميته لحسن الحظ يلتئم بشكل ناجح عادة. بالنسبة للأذيات الرياضية، كل مفاصل الجسم معرضة للإصابة في هذه الرياضات باختلافها. هناك دراسات إحصائية حسب الأقطار، حسب اهتمام الشعوب بنوع معين من الرياضات. الشعب الأمريكي يهتم بالأمريكان فوتبول، الركبي الأمريكي، اللي يختلف عن رياضات أوروبا ورياضات أوروبا عن الشرق الأوسط. يعني هناك نماذج مختلفة حسب المنطقة التي نعيش فيها، لكن لنقل أن الرياضات الأكثر شيوعاً في المحيط تبعنا، رقم واحد الفوتبول، رقم اثنين كرة السلة، رقم ثلاثة المضارب يعني التنس، سكواش، البادمنتون، رقم أربعة نيتبول، وهذه الرياضات أقل شيوعاً، الهوكي سكي والتزلجات على الجليد وعلى الرولز، فهذه الأكثر شيوعاً والتي نراها في عياداتنا. كل هذه الرياضات تتفق بأنها الوقوع فيها يؤذي الأربطة على الأقل في أي لحظة، يفقد الإنسان توازنه أو بيصير تاكل، بيصير عدوان من لاعب آخر على المهاجم وهو يركض، فممكن يضرب له قدمه من وراء، بحيث يضرب القدم اليمين بطريقة آلية معينة، بحيث أنه القدم اليمين بيضرب ساق اللاعب نفسه، فبيوقع بيتكبتل بيتكلم. يعني هذه الإصابات مؤسفة جدا، لا علاقة بلا أخلاقية اللاعب بهيك حالة، فيؤذي زميله أذية هائلة، قد يؤذي الرباط المتصالب في الركبة،
الأربطة الوحشية والإنسية في الركبة قد يكسر الزنبوب التيبيا، قد ينكسر الكاحل، على الأقل تتمزق الأربطة في الكاحل وحتى في وسط القدم بلحظات معينة. إذا وسط القدم تعرض لإصابة شاقولية مع ثبات مقدمة القدم بالأرض واستمرار الاندفاع وسقوط وزن الإنسان على هذا، فبيصير عندنا مفصل ليز فرانك إنجري، يعني هذا المفصل الذي يمتد من العظم الزورقي لحد العظم المكعبي يسمى مفصل ليز فرانك، قد يصاب، وهذا إصابته تقطع الأربطة، وهذه إصابة خطيرة جدا بالمقياس الرياضي، يعني 5 ثواني 10 ثواني ألم شديد يتوقف القلب، يعني يتخيل الإنسان أنه انتهت الدنيا بس ثواني يعني، وبعدين بينتبه الإنسان أنه في شيء خطير تمزق، في شيء صوت طلع أو أصوات، أحيانا تتمزق الأربطة واحد تلو الآخر تلو الآخر، فبيسمع المريض أنه طق 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 يعني، أنه فبيسمعها يعني، فهذه لحظة أو لحيظة الأذية، لحظة شديدة الألم يتلوها لحظة أنه الألم ببلش يخف شوي، بيحس بالنزف، فبيصير بيحس أنه في دم عم يطلع بالداخل تحت الجلد ووذمة، الوذمة سببها أنه الإنسان جسمه يرتكس باستدعاء آليات البناء وبيعلن حالة الطوارئ بمنطقة الكاحل مثلاً، فيستدعي الدم ويستدعي الماء ويستدعي الخلايا المولدة الليف والخلايا التخثرية والنزف والشلال الخمائري الذي يجلط الدم، الشلال المتممة الكمبليمنت اللي هي للتصليح للإحساس بالألم، من أهداف إعلان حالة الطوارئ الإحساس بالألم الشديد حتى الإنسان ما يتحرك، ما يخطر على باله يقوم يكمل المباراة مثلا لأنه في حالة غير قابلة للاستمرار، فهذا نحن نسميه انسحب من المباراة، شغلة كتير مؤسفة، بالعكس هو أنقذ كاحله أو أنقذ جسمه من مزيد من الأذية ومن استمرار بالأذية. تأتي أهمية الكاحل من كونه المفصل المسؤول عن دعم وثبات جسم الإنسان أثناء المشي والوقوف وحتى خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، لذلك فإن أي خلل يصيب الكاحل يؤثر على حركة الجسم ككل. سأقوم بإجراء الاسترس تيست أولاً. سأحقن المادة الضليلية تحت التنظير الشعاعي للتأكد من ثبات الكاحل وحركته. دايما بيحصل للإصابات ديت في الرياضيين اللي بيمارسوا رياضة في نوع من أنواع الرياضات اللي هي الالتحامية اللي بنقول فيها التحامات كتير، زي مثلا كرة القدم، السلة، الرجبي، والإصابات دي بتبقى فيها جزء من العنف، فممكن يحصل فيها عرضة للإصابة بالإصابات الرياضية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. طبعا من الشائع اللي بيحصل كتير ان الإصابات بتبقى أكتر في الركبة، بتبقى أكتر في الكتف، بتبقى أكتر في الأنكل، دول تعتبر المفاصل اللي بيحصل فيها إصابة بنسبة كبيرة. لو كلمنا عن أنواع الإصابات في المفاصل ديت بتتقسم لحوالي 3 حاجات. الحاجة الأولانية ان يكون في لا قدر الله زي كسر أو شرخ في العظام، وده بيكون العظم هو اللي اتأثر، وأوقات بيحصل طبعا ان يحصل فيه خلع في المفصل، المفصل يتحرك من مكانه، والحاجة التانية ان يكون إصابة في الأربطة. وطبعا موضوع الأربطة ده موضوع مهم جدا، وبقينا طبعا كلنا بناخد بالنا منه لان زمان كانوا بيتجاهلوه، يعني كان زمان خلاص العظم سليم الأربطة ما فيهاش مشكلة، لكن دلوقتي لا، الأربطة دي حاجة مهمة جدا لان هي مسؤولة عن الاستابيليتي والثبات بتاع المفصل، هي اللي بتحافظ على المفصل وشكله وتكوينه وحركته والاستابيليتي بتاعته.
فيعني الثلاث حاجات دول من الحاجات اللي احنا طبعا بنشوفهم كتير. المشكلة كلها ان القدم ديت والكاحل والقدم بيعتبروا مرآة الجزء السفلي بتاع الجسم. فطبعا مسؤول الانكل المفصل الكاحل مسؤول عن الثبات بتاع المشي اثناء المشي، مسؤول عن الحمل بتاع الجسم، يعني هو الانكل ده شايل حمل الجسم كله، وهو طبعا صغير فطبعا حمل كبير قوي عليه، وعشان كده سبحان الله هو محاط باربطه عديده من جميع الاتجاهات مخليه المفصل ده محمي كويس جدا. فطبعا فكره الاصابه بالذات في اصابات الملاعب بالنسبه للكاحل بنشوفها كتير جدا بنسبه عاليه جدا، يعتبر من اكتر الاصابات اللي بنشوفها فعلا ما بين الناس اللي بتمارس رياضه كره القدم، ناس بتمارس سله طايره، يعتبر كل الالعاب. أزروايز برضو الناس اللي ماشية، ممكن واحد ماشي يتلوى ممكن بسهولة بيحصل الكلام ده. فنسبة لو بنتكلم على الأنكل سبرين بالذات اللي هو مزق في الأربطة، ده من الحاجات الكتيرة جدا اللي بتعدي علينا في الكلينيكال براكتس بتاعتنا في الحالات في العيادة بشكل كبير. بالنسبة للألم فهو طبعا بيختلف من واحد لواحد، تحمل الألم بيختلف من بني آدم لبني آدم، بس طبعا نوعية الإصابة هي اللي بتفرض إن الألم حجمه قد إيه. يعني إحنا طبعا لما بنقسم مثلا المزق في الأربطة أو تمزق في الكاحل بنقسمه لثلاث أجزاء، جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. فطبعا جريد 3 ده بيبقى فيه تمزق شديد في الاربطه، جميع الاربطه، وفي الورد بيبقى فيه قطع في الاربطه نفسها، فطبعا الالم بيبقى شديد. بلس ان الحاجه الثانيه اللي بتحصل مع اي ممارس للرياضه او اي شخص حصل له التواء في الكاحل او اصابه في الكاحل بيحصل له حاجه مهمه جدا وهي الارتشاح والتورم داخل المفصل، وده بيكون من اهم الاسباب اللي بتؤدي الى زياده الالم. يعني بيقابلنا كتير في العيادات بتاعتنا ان العيان يكون حصل له مزق بسيط حتى وهو اهمله وما عملش اي الاسعافات الاوليه زي استخدام التلج، رفع القدم عاليا، اخذ الادويه اللازمه، شاف الدكتور المناسب لحالته، فطبعا بيهمل هذه الحاله، بيحصل بعد كده ان الورم بيزيد. فلما الورم بيزيد بيبتدي الوجع يزيد، ممكن يزيد بدرجه كبيره جدا ويخليه ما يقدرش ان هو يحمل على رجليه. طبعا هي دي النقطه، الانكل مهم جدا والقدم بسبب ان اي مشكله بتخلي البني ادم ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يحمل على رجله، فبيبقى زي الارم ليه ان هو لازم يروح لاي دكتور يشوف ايه المشكله ويشخص ايه الاصابه. فطبعا احنا دايما كل همنا ان في الاول لما زي ما بنقول دايما وبننصح ان لما بيحصل لحد اصابه في مفصل الكاحل او في اي اصابه عامه انه يبتدي يستخدم التلج، لان التلج بيقلل حدوث التورم، بيقلل حدوث الالم. طبعا بننصح ان عدم استمرار في ممارسه الرياضه، ودي حاجه مهمه جدا، ان بنقابل كتير ناس اتصاب وبينزل يكمل لعب وبينزل يكمل، وطبعا ده غلط ما بننصحش بيه ابدا. بلس ان طبعا بننصحهم دايما ان هم يبتدوا اي اصابه بالذات الرياضيين، وهم طبعا بيبقوا عارفين كده ومهتمين بكده لان ده صحتهم وشغلهم بيبقى جزء من شغلهم، فبيبقوا يسعوا على طول ان هم يتاكدوا بيقابلوا الدكتور المتخصص في هذا المجال اللي بيعمل الاشعاعات اللازمه، بيعمل التحاليل اللازمه، يعني بيشخص الحاله وبيديهم العلاج الامثل والريهابليتيشن طبعا ده نتكلم عليه بعد. في الأذيات الحادة استطباب الجراحة واضح في حالات معينة، فمثلا بالكسور كما ذكرنا قبل قليل أن هناك الويبر بي والويبر سي، يعني الكسور المعقدة التي تسبب عدم ثبات في الكاحل، فهذه استطباب الجراحة واضح فيها تحرك القطع الكسور، إصابات شديدة في الأربطة، فهذا مبرر واضح للجراحة البدئية. في أزيات الأربطة العكس هو الصحيح، أزيات الأربطة عادة ننتظر إلى أن يشفي ويداوي المريض نفسه بنفسه، فنعول أكثر على العلاج المحافظ، نعول على التثبيت النسبي بمعنى
في عنا طرق جديدة للتثبيت، لا نستعمل الجبس، نستعمل هذه المثبتات الخارجية الديناميكية، يعني تسمح للمريض الحركة، تسمح للمريض المشي، لكن بنفس الوقت تسمح للجسم أن يرمم هذه الأربطة المتمزقة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فنعول في أزيات الأربطة على العلاج المحافظ عادة. هناك 20% من أزيات الأربطة عندما يكون هناك انقطاع كامل ومؤكد بالفحوص السريرية والتشخيصية للأربطة في الكاحل، خاصة الرباط الأمامي طبعا عظم عنق القدم والشظوي، هذا الرباط إذا قطع 100% في 20% من الحالات لا يشفى، لا يرمم نفسه، يبقى المريض يعاني بعد 6 أسابيع وبعد 3 أشهر وبعد 6 أشهر من ألم في الجانب الخارجي من الكاحل، ويبقى عنده حس بعدم الثبات. بهذه الحالة هذا استطباب جراحي لإعادة تصنيع هذا الرباط، والحمد لله اليوم نعمل هالعملية بطريقة بالتنظير، الجراحة الدقيقة، فلم نعد نفتح نعمل مداخلات واسعة في الكاحل من خلال مداخل أنسية وحشية للمناظير للكاميرا وللأدوات التي نستعملها، وندخل هذا الرباط الاصطناعي فايبر كربون 5th generation، يعني آخر ما توصل إليه العلم بتحسين الأربطة الاصطناعية، ونقفله داخل عظم عنق القدم بأنكرز بمرساة هون وبمرساة بالشظية، ونصل هذا الرباط من الخارج ونثبته ونحن نراه تحت المنظار على الشاشة، ونحصل على نتائج الحقيقة جيدة جدا. الكاحل يثبت مباشرة بعد العملية، نحميه لمدة 3 أسابيع، يبدأ العلاج طبيعي من الأسبوع الرابع، يبدأ المريض بالسباحة، مداخل صغيرة، جروح بسيطة، فالعملية كتير حميدة وكتير سهلة باليد الخبيرة.